غرفة الأخبار مع هارون الرشيد. حياكم الله. هل يريد الحكيم الترويج لورقة التسوية خارجياً في ظل الرفض الداخلي وانقسام الشركاء حول طريقة تنفيذها وحتى آليات طرحها والمواد المخدرة بتزايد في البصرة؟ وبالحديث عن المواد المخدرة، فقد تحتاج القوى التي تتحدث عن المصالح الوطنية إلى مواد مخدرة، لكن مواد سياسية وليست عن طريق التعاطي. أما ضيوفنا لهذه الليلة، محمد جميل المياح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، والثاب شاكر رئيس منظمة خيمة العراق، وأيضا سينضم معي من البصرة السيد محمد المنصوري رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة للحديث عن قضية المخدرات. ابقوا معنا. بعد عمان الحكيم في طهران. والمخدرات تعلن عن نشاطها القوي في البصرة. عقم المصالحة الوطنية يمنع إنجاب الحلول. مدير شرطة محافظة ديقار اللواء حسن سلمان الزيدي أن وفاة النائب عبد العظيم العدمان نتج عن حادث سير أثر انفجار أحد إطارات سيارته وليست محاولة اغتيال كما أشيع عنها. وبعد زيارته للمملكة الأردنية، وصل رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد من التحالف الوطني في زيارة عدة رسمية. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد محمد جميل مياح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي. حياك الله سيدي محمد. اليوم شخصيا انا ما اقدر استوعب انه السيد عمار الحكيم يروح العمان العاصمه الاردنيه ويرجع للعاصمه الايرانيه طهران على مود يشرح وجهه نظر عراقيه او حلول عراقيه. هو راح ماخذ الوفد من لون واحد بس من التحالف الوطني، ماخذ النواب الشيعه ورايح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لك ولمشاهديكم الاعزاء. واقعا اليوم العراق هو ليس في جزيره، يعني بغض النظر عن الظروف السياسية، لكن اليوم العراق هو محيط بدول أقليمية مؤثرة، وهذه الدول اليوم لديها رؤية سياسية أيضا من العراق. ومن الطبيعي اليوم عندما تكون هكذا زيارات هي لتقوية أواصر العلاقات بين هذه الدول. وسماحة السيد الحكيم كما تعرف هو لديه زيارات على طول السنة لمعظم الدول، كانت دول خليجية دول عربية، وأيضا للدول الأقليمية، كانت تركيا كانت الجمهورية الإسلامية. واقعا هذه الزيارات هي فيها ثلاثة أهداف. الأولى هو لإيجاد إدامة الحشد الدولي لموضوعة مكافحة الإرهاب، وأيضا دعم انتصاراتنا، كان دعم الحشد الشعبي وقوات الأمنية، إدامة زخم المعركة، إضافة إلى إيجاد مناخ سياسي ويعني أعطاء صورة واضحة لموضوعة التسوية الوطنية، وأيضا ما بعد داعش كيف نفكر كعراقيين، وأيضا إيجاد مناخ دولي للمحافظة على وحدة واستقلال العراق أزاء بعض المخططات التي تريد للعراق. خليني أجعلها ثلاثة. أولا زيارة الحشد الدولي لمعركة التحرير وكل هاي الأمور اللي داخل العراق. طيب من رايح هو ماخذ لهم يابا جيبونا هاي الناس اللي شركائكم، خلينا نسمع من عندهم، جيبوهم وياكم. قضية ورقة التسوية حتى لا يقولون أنه راحوا ويشتغلون وحدهم، جيبونا الناس شركائكم خلي يجون. قضية المناطق اللي موجودة بها حتى يابا خلينا نسمع من عندهم، ترى ذولي شركان، بس اسمح لي، ذولي شركان الحقيقيين اللي ما يردون أقاليم، ما يردون يروحون، ما يحجون بالتهميش، جيبوهم وياكم. أولا التحالف الوطني ككتلة أكبر وكممثل للغالبية في العراق هو اليوم يتبنى موضوعة التسوية الوطني. هذه الوثيقة هي وثيقة التحالف الوطني، والآن هي محط دراسة وقابلة للتعديل للتغيير للإضافة.
هناك أيضا ستكون أوراق، ورقة كردية ورقة سنية، ويتم مقاطعتها والخروج برؤية موحدة عراقية. وهذا الشيء طبيعي اليوم، التحالف الوطني لديه مبادرة، مبادرة التحالف الوطني عندما يذهب إلى الأردن إلى الجمهورية الإسلامية، ربما أيام القادمة ستكون لمصر للجزائر، وهناك أيضا دعوات من دول أوروبية وغربية. هذا الشيء طبيعي اليوم، لكن ليس طبيعي أننا ننكف على نفسنا ونبقى ندور في الداخل العراقي وهناك مؤثر خارجي مهم وهي الدول الإقليمية التي تحط بالعراق. من نتحدث عن المؤثر لحد الآن، أنت صرفت الجزائر والدول الأوروبية، يعني اللي سمعته بالبداية أنه الأردن وإيران وبعدهم مصر، من أجي على الأردن ومصر بهن عمق سني، مثل الأردن بها رؤوس الأموال الممولة للقوى السنية، والمصر بها الأزهر بتصريحاته وبياناته الواضحة اللي أصلا الكل يعاني من عندها، ونتروح الإيران بها العمق الشيعي، بالتالي هي قضية ترويج لطائفة وطائفة مقابلة. أنا هذا اللي يفتح. نحن الآن ما نعيش أزمة مشاريع طائفية، لا نغلط نفسنا ونذهب إلى أمور مثالية وربما أمور لا تنفع شيء. نحن الآن نعيش في أزمة، علينا أن نفكر. داعش هو بندقية مأجورة، وهناك إرادة عالمية ودولية أن يكون داعش في الشرق الأوسط. اليوم نحن كعراقيين إذا ما توحدنا داخليا وأقنعنا هذه الدول بأننا نريد دولة ذات سيادة، نريد الاستقرار، نريد الأمن، كفى قتل وحروب وسفك للدماء منذ 13 سنة. الآن نحن نعطي خيرة شبابنا، مو مترفين. هذه حتى ورقة التسوية الوطنية ليس للترف السياسي، وليست مناورة سياسية، وليست إعادة ربما بعض الشخصيات أو بعض الأحزاب إلى الواجهة، هي تؤسس إلى هي مسار إصلاحي. وهذا الكلام كل اللي دار بالشارع. نعم الشارع. نعم المجلس الأعلى والسيد عمال الحكيم يروج لمحاولة عزيزي. مو عودة، أنتوا أصلاً بالعملية لكن بقوة أكثر. خليني أكمل. تسوية هناك من أراد أن يفرقها عن محتواها الأساسي، وتصور التسوية بأنها تتعامل منهم بعض الطفيليين اللي يحاولون يعيشون بالفوضى، هؤلاء اللي يمون في الفوضى. هناك من لا يريد استقرار سياسي، هناك من يريد أن يبقى يعتاش على الفساد أو على الفوضى، وهذا البيئة السليمة لا ينمو فيها. لذلك أنا أعتقد اليوم التسوية هي مسار إصلاحي، وليس موضوعة هي كما صورها البعض أنها عفى الله عما سلف. بغض النظر أنها اليوم تؤسس إلى مرحلة جديدة، لا يمكن التسوية أن تقبل من الأغلبية تبقى تقدم التنازلات وتبقى تدفع ضريبة الدماء وتبقى متهمة بوطنيتها وبعراقيتها. لا يمكن أن نقبل من يتحمل مسؤولية بناء الوطن عليه أن يؤمن بالشراكة، والشراكة لا تعني أنا اليوم أقدم رجل في الحكومة وعندما أذهب في دولة معينة أو أخرج في وسائل الإعلام أتحدث كأنه معارضة. هناك فرق بين المعارض والمعادي، المعادي لا يمكن أن تقبله التسوية، والمعارض نتحاور معه نتفاهم معه لخلق شريك حقيقي. واليوم الأرض تخلق شريك جديد، وعلينا الإيمان رح أجي للشريك، لكن من سيد عمار يروح بهذه الطريقة. أنا أتحدث بصفة رئيس التحالف الوطني، رح يروج لقوة شيعية بشكل أقوى بالنسبة للتحالف بعد كل الكلام اللي دار على تفككه، راح يقدم نفسه بهاي الصورة، احنا ممثلين للشيعة مثل ما قدمها للأمم المتحدة بهاي الصورة، وراح نجي بكل الكلام عن الكتل العابرة للطائفية وتقسيم العراق بخط طولي مو عرضي حتى لا يكون حسب القضاوة والطمياط، راح يروح. عزيزي هو شنو الطائفي؟ أنا حتى أتخلى من شيعيتي أصير وطني ومو طائفي؟ أكو فرق بين الطائفة والطائفية. لا هي مو هاي بس الشريك أعلم بيه. الشريك اليوم أنا ما ممكن اليوم أجي مثلاً لاتحاد القوى أمنحهم أن يذهبون لتركيا، يذهبون للسعودية، يذهبون لعمقهم الاستراتيجي، ماكو ضير. لكن الضير وين؟ بين أستخدم هذه الدول لتفتيت اللحمة الوطنية. اليوم مثلاً في لقاء سماحة السيد الولي 4 قضايا أكد عليهم. الأولى دعاهم إلى وحدة العراق، والثانية دعاهم إلى وحدة التحالف، والثالثة دعاهم إلى أن تتوحد كل الجهود العراقية لمحاربة داعش، ودعاهم أيضا في القضية الرابعة بين يأم
الوئام والاستقرار ويتم التحالف الوطني يكون له نظر أبوية ولا يتفرد في القرارات ويحتضن الآخرين. هذه الأشياء اليوم من هناك ربما من يتعامل بإزدواجية كبيرة من السيد القائد الثورة الإسلامية عندما يوصي بوحدة وسيادة العراق ويوصي بالآخرين، هذا لا نراه عند الآخرين عندما يذهبون للدول الأخرى ونراهم تصريحاتهم التي تشكك بسيادة ووحدة العراق ويتعاملون كمعادلة عملية سياسية. هذا كلامك ما راح يخليهم يراجعون نفسهم، راح يقول لك طبعا يوصي بها. بس اسمح لي، بس في هذه المفردة هو هذا الموضوع. في هذه المفردة أستاذ هارون تسوية هؤلاء سوف لن تتعامل معهم، أما يأتي وهو مؤمن بالعملية السياسية ومؤمن بالقانون ويتعهد بأنه لا يتعامل بإزدواجية ويساهم في تحقيق الأمن، هذا اعتبره شريك. هسه سمحت لك أنت، اسمح لي من تتكلم تقول قائد الثورة الإسلامية المرشد الأعلى بإيران يوصي بوحدة العراق وما يقبل بتفتت عكس الآخرين، الأخير راح يقول لك طبعا إذا أنتم اللي رايحين للقوة الشيعية أنتم خليتوا العراق قطاعية تابعة لإيران، طبعا يوصيكم عليه. لا هذا مال الصفويين إيرانيين، هذا موضوع كنا نسمعه ب 2006 2007 اليوم ما إلى أساس. اليوم الأرض والممارسات اليوم إذا تشوف أنت مثلا التحالف الوطني إذا كان فعلا يتعامل بنفس طائفي كان ممكن يشكل الرئاسات الثلاث ويقود الحكومة والآخرين يذهبون وفقاليات الديمقراطية، ما ممكن أحد اليوم يعترض علينا كشيعة إذا أردنا أن نتعامل بالنظمة الديمقراطية ونذهب وتؤسس النظام السياسي كما نشاء والآخرين أقلية ويذهبون إلى المعارضة. لكن اليوم ما قدمه الشيعة، نتحدث بهذا المفردة، ما قدمه الشيعة من تنازلات من دماء من تضحيات، هل الآخرين قدموا مثل ما قدمنا؟ يتعاملون معنا بإزدواجية كبيرة، يشككون في وطنيتنا، وهذا اليوم الحديث تحدث فيه صفويين إيرانيين تابعين لإيران، هذا ما راح نخلص. هذا الفكر البعثي اللي خلاه بعقول بعض الطائفيين بعض الذين سفكوا دماء العراقيين، هذا ما راح ينتهي. لذلك هؤلاء زين وين واصلين قناعة كنا نراقبها من السلم سيد عمارة وأصبح رئيس التحالف الوطني، كل مكونات التحالف بدأت تتحدث على أنه إحنا الأغلبية وكان ممكن أنه نشكل الحكومة لكن ما نسمح أنه يجي أحد يفرض علينا إرادات. هذا الكلام صار إذا أكو اتفاق داخل التحالف الوطني، التحدث بقوة وترى كل شيء نقدر نسوي، وأول ضربة جت من عندكم قانون الحشد الشعبي. نعم. أول رسالة. نعم سهرون اليوم 13 سنة من الحكم، ما ممكن أن نبقى سياسة 13 سنة وينتهي داعش وقدمنا خيرة شبابنا ضحية مواجهة الإرهاب، والبعض اليوم يتسكع في بعض الدول وجالس في الفنادق ويقيم مؤتمرات صحفية يشكك في الحشد ويشكك بالأغلبية ويسلخهم من وطنيتهم بأوصاف دنيئة وأوصاف لا تليق بالقيم الإسلامية. لذلك أنا أعتقد اليوم علينا أن ندرك هذه التسوية، والتحالف الوطني اليوم يختلف عن التحالف الوطني قبل سنتين أو ثلاثة. ما ممكن لو تختلف قبل على ثلاثة. نعم ما ممكن أن نتقبل أن نقدم ضحايا والآخر يبقى يشاغب ويستنزف دمانا ويبقى معطل، وهناك من يتحدث عن دكتاتورية الأغلبية. بس بهذه المفردة يتحدث عن دكتاتورية الأغلبية ويتناسى أو يتغافل تمرد الأقلية وتعطيلهم للبناءات الدستورية واستكمال بناء الدولة. ذلك نعتقد اليوم من يؤمن بالعملية السياسية ومن يؤمن بتحقيق الأمن ومن يؤمن أن لا يستخدم دول إقليمية ضد وحدة وسيادة العراق، هذا سيكون لنا شريك حقيقي. بس والله ونمضي معه. والله من كلامكم هاي الأيام اللي راحت والله حابين نسمعكم عليهم. لا احنا الآن التجربة لأنه يعني جايين بقضية انه خلص انه احنا ترى تعاملنا بتعاطي، جايين احنا بمنطق أساسي بأنه من يمثل أهل السنة وتحدث بهذه المفردة عليه أن يكون شريف ويمثلهم بحق وحقانية، أن لا يسرق أصواتهم ولا يتأجر بقضيتهم ولا يذهب يتسكع في بعض الدول ليتآمر على اللي صار بالسنوات اللي راحت. نعم بعض تاجر بقضية أهل السنة وبمظلومية أهل السنة وحاول أن يلبسهم لباس الإرهاب وأدخل لهم الإرهاب وداعش وهم ربما مجبورين على بعض الممارسات. لذلك اليوم نبحث عن شريك قوي يمسك الأرض يمثل تمثيل حقيقي يؤمن بالعراق يؤمن بالديمقراطية ولا يحاول إحراجنا. وصلت القناعة يمكن بعد ما طلع السيد أسامة الجيفي قال رجعنا ورقة التسوية بيد اللي جابها، يقصد على كوبيتش، رجعنا ورقة التسوية منين ما جابها، وصوري قال منين ما جابها،
وصلتوا القناعة على أنه الموجودين بالداخل هم أذرع الحل موجود بالخارج؟ لا، كثير من الموجودين في الداخل من المخلصين، من المؤمنين بالعملية السياسية، من قدموا تضحيات، لكن هؤلاء ما زالوا غير قادرين على مسك الأرض وعلى إيجاد مشروع. اليوم نحن نبحث من الآخر الذي واضح القرار مو بيديهم بعد؟ لا، البعض بيده القرار، لكن أيضا هناك من في الخارج ومن هو في المؤثر في الداخل. وأيضا هناك اليوم من في الداخل، اليوم تشوف بعض المانشيتات وبعض اللغط في الأوساط السنية، والله الشيعة مثلا التحالف الوطني اليوم يبحث عن شريك على هو يفصله، هو يجيبه، هو يريد مواصفاته، وحاول أن يشكك. والبعض أيضا صعد من خطاب الطائفي كأنما نعيش في 2007 و2006 من كانت استعراضات الطائفية. لذلك نعتقد اليوم نحن ليس لدينا مصلحة مع طرف على طرف آخر، والتمثيل السني لا ينحصر بشخص ولا بمجموعة معينة، مثل ما اليوم التحالف الوطني فيها 8 قوى، أيضا اليوم في البيت السني نبحث عن شريك قوي مع الممثلين الحقيقيين لأهل السنة. أهم شيء لديهم مرجعية سياسية ومشروع حقيقي يتفاهم معه. هي المشكلة، يقول لك مو أنت اللي تبحث، أنت على أساس تبحث؟ أنا أقول لك هذا يمثلني. أولا هو من يحدد الذي يمثل أهل السنة؟ أهل السنة أنفسهم هم من يحددون ذلك. الانتخابات القادمة هي من تحدد، وكثير ليش من هؤلاء. ما تفرقوا الانتخابات القادمة وتقول نحن نمثل الشيعي؟ اليوم أنا ما راح ألبس تاج وأقول له تعال أنت زعيم السنة. وحتى على الشيعي ينطبق هالموضوع. لا عزيزي، نعم الانتخابات هي من تفرز. ما اليوم ما اقول لك كان التحالف الوطني هو ممثل لعموم الطيف الشيعي 100% ويعبر عن كل تطلعات. لا، قضيه مو بالاطلاقيه، ولا حتى في اليوم في موضوعه الكرد ولا السنه. لذلك انا اعتقد اليوم ايجاد بيئه سياسيه مناسبه للدخول في الانتخابات، وايضا السماح للقوى من ابناء العشائر التي قاتلت داعش بان تكون طرف اساسي في المرحله المقبله. هذا الشيء ما ممكن ان نحصر اليوم التمثيل السني في طرف معين بيده السلطه وتجده هو اليوم موقع مهم في الدوله ويتحدث بمعارضه وبعداء العمليه السياسيه. زين، ما ادري انا هسه جزء الموضوع بيربط وجزء ما بيربط، بس ما اعرف من اجت هاي قضيه قانون الحج الشعبي، واللي بصراحه اللي يصير هسه ويا السيد المالكي بالمحافظات اللي راح لها، صراع انتخابي مبكر ممكن يطيب مؤشرات، يعني هسه موقف القوى السنيه من قانون الحج الشعبي داخل مكونات التحالف واللي صارت واللي صار ويا السيد المالكي، هاي الناس اللي طلعت اليوم بيان حزب الدعوه، هذول كلها انتم معنيين بها التحالف الوطني، هي مؤشرات سلبيه على الانتخابات اللي جايه؟ اكو خوف من عندها؟ لا نعم، الانتخابات القادمه هي ستؤسس لمرحله 10 سنوات قادمه، وستقع مو 4 سنوات، لا لعشر سنوات. ستقع رؤوس كبيره وستبرز رؤوس جديده وقوه جديده من الطيف السياسي العراقي بأجمعها. ما يهمنا اليوم أن الجميع يتعهد بأن ندخل الانتخابات ببيئة سليمة. موضوع الاتهامات واستخدام الشارع وأيضا التصفيات السياسية والشخصية لا تليق اليوم في أي طرف سياسي معين، وهذه أيضا تؤدي إلى متاهات تأثر على هذا العمل اللي ممكن أن يجري. نعم، أيضا استخدام الشارع للتصفيات السياسية نعتقد خطأ ويؤثر على البيئة الأمنية والبيئة السياسية وأيضا البيئة الاجتماعية، وهذا ما لا نرضاه ولا نتقبله. ونعتقد اليوم إيجاد بيئة سياسية مناسبة، السماح للجميع أن يمارس خططه وبرامجه ويقدم مرشحينه، واليوم هذه انتخابات واللي عنده تأثير خلي اليوم الناس ينتخبه ويقدم مشروعه. زين، بقت عندي أقل دقيقتين، شنو الرؤية المشتركة بين زيارة طهران وزيارة عمان اللي راح، الرؤية اللي راح بها سيد عمار الحكيم واللي والامور اللي يرجع بها؟ لان هذه الزيارات هي اولا زياره الاردن، يعني منذ وقت سابق هي يعني تم تقديم دعوه لسماحه السيد واجلت لاكثر من مره، وايضا الجمهوريه الاسلاميه سماحه السيد دائما يدعى الى مؤتمرات والى زيارات رسميه حال حال كل الدول الموجوده. التوقيت هو الاهم، بان اليوم نحن نعيش في نهايه الانتصارات على داعش، وايضا ايجاد مناخ سياسي جديد وتقديم التحالف الوطني بحلته الجديده وببرنامجه ورؤيته ومؤسساته اليوم التي تعمل. وايضا جاء الوقت اليوم مناسب لان التحالف الوطني يبادر في ايجاد مشروع جديد لمشروع القاضي للعراق، وهذه الدول المؤثرة مثل ما اليوم الجمهورية الإسلامية تعتبر اليوم من الدول المؤثرة في العراق تأثير إيجابي، أيضا الأردن اليوم لديها مصالح في العراق. ما يخص الأردن بالذات أخذ من عندهم ضمانات على عدم تحرك، على اعتبار أنه ما أعرف كل الأمور تجري بالأردن.
في الأردن هناك تطور كبير، وهناك أيضا مبادرة مهمة من ملك الأردن في دعم العراق ومكافحة الإرهاب، وأيضا بعض الدول الإقليمية حسب المعلومات إن كانت الأردن أساس مصر بأنها لا تسمح للمشاغبين الذين يحاولون زعزعة أمن العراق بأن يستخدموا أراضيها ويقيموا مؤتمرات ويحاولوا زعزعة الأمن بالعراق. هناك عملية سياسية، وهناك من يريد أن يعبر عن نفسه عليه أن ينضم لهذه العملية السياسية. طيب اسمح لي أن أشكرك أكيد. زيارات سيد عمار مستمرة والمشاكل وياها مستمرة ولقاءاتنا مستمرة. من يتحمل عبء الدولة عليه أن يتحمل ويتصدى، وهذه هو ضريبة من يتصدى لخدمة الناس. أشكرك سيد محمد جميل المياح القيادي في المجلس الأعلى للسياسة. شكرا. أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن إلقاء القبض على 6 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة في إحدى السيطرات شمال المحافظة. وذكرت قيادة الشرطة أن قواتها ألقت القبض على 3 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر 80 غرام وأدوات تعاطي المخدرات، وألقت القبض أيضا على 3 متهمين آخرين وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر ب100 غرام ومادة الترياق المخدرة وتقدر ب10 غرامات. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف السيد محمد المنصوري رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة. مساء الخير سيد محمد. سيد محمد، ما أعرف معلوماتك هواي عن هذا الموضوع، شنو اللي يخلي البصرة يعني ما أعرف ساحة مفتوحة بين فترة وفترة تلقى القبض على هاي العصابات، عصابة التجارة بالمخدرات، ما أعرف شنو اللي يصير هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما اللي موقع المهم لمحافظة البصرة وانفتاحها على دول الجوار ومساحات شاسعة، بالإضافة إلى ذلك أن هذه حركة تجارية مهمة، أخذ تزايد هذه الظاهرة، ظاهرة تداول تجارة المخدرات من الكريستال والمخدرات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك أنه كان هناك ترويج إلى ترويج سهل. أولا كان في بداية الأمر كان يتعطى هذه المخدرات في بدايتها على كمية قليلة، يتناول على كمية قليلة وشبه مجانا تعطى. بعد ما أنه صار تداولها وصار عليها إدمان بدأت تزايد ارتفاع أسعارها، وهذا ما ضرب كثير من الشباب. يعني سيد محمد اكو خلل من البدايه بمنع انتشارها على اعتبار هاي الاصابات صاحبه خبره، ولا زال هذا الخلل مستمر. اليوم الاخوان في قياده الشرطه وقوى الداخليه يعني يكون القبض على المتعاطين، يكون القبض على داخل المحافظه، يكون هناك عمليه استباقيه استخباراتيه بالطرق التي سلكها هذا سيد محمد. منين أهم هاي المنافذ؟ نعم؟ منين أهم هاي المنافذ يدخل معها المخدرات؟ لا، المنافذ ما جاي يدخل معها، بالعكس المنافذ أنا أقول يعني يخرج منها إذا صار. لا لا، هسه هو شنو يصنع بالبصرة؟ يزرع بالبصرة؟ منين يجي؟ نعم، عن طريق التهريب يجي من دول الجوار، عن طريق التهريب، وحتى من دول الجوار الأبعد يعني احتمال يكون من افغانستان او غيره يجي عن طريق. وكان بالسابق ان البصره هي ليس مروجه للمخدرات وانما طريق مرور. اليوم لا، اصبحت انه هناك تعاطي، هناك تجاره بعض المخدرات، قوه المكافحه يحتاج لها اكبر. سيد محمد، النسبه ممكن يقول عليها مخيفه هسه؟ حتى لو 1-2 يعني بنظري هي مخيفه، لكن النسبه الموجوده طبعا مخيفه. انه المخدرات هي تهدد المجتمع، هي اساسا انحراف الشاب عن مسارات ياخذ المخدرات، انحراف في عقل المازن. واذا انتشرت هذه المخدرات هي تساعد على انتشار الجريمه، تساعد على 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 قله الوعي وكثير من طيب المشاكل الاجتماعية الموجودة. ما أعرف سالم محمد إذا سمحت لي، هي القضية انتشارها والترويج لها بهاي الطريقة، يعني بدأوا بقضية توزيعها مجانا مثل ما قلت وانتشرت، هي قضية شخصية يعني تجارة شخصية لو أكو جهات متنفذة تساعدهم بصراحة؟ نعم، أكو أنا يعني حتى ما أقرب الواقع أنه أكو من جهات متنفذة تكون
يساعد على هذا تجارته. يحتاج الى وعي كثير، يحتاج مو بس فقط قياده الشرطه، طبعا قياده الشرطه وقياده الحدود وقياده العمليات، تحتاج الى وضع خليه ازمه والاستخبارات العسكريه او الشرطه تحتاج الى خليه ازمه وعناصر وانتشار هذا وضع خطه كامله. يعني ما تشوف هسه هاي زياده الكارثه سيد محمد، هاي زياده الكارثه انه بعد هذا الكلام مالتك لحد الان ماكو خليه ازمه؟ نعم، بعد هاي الكلام مالتك لحد الان ماكو خليه ازمه، زياده الكارثه هاي القضيه. لا هي اكو خليه ازمه، بس تحتاج الى خطط الى مكافحه اصلا من منابعها، تشويه طيب من الحدود ما تدخل، واذا كان في ناس امكاني تعاطي او معامل مثل ما اكتشفت قبل اشهر هناك في معامل يجب على القاء الخبر والضربات السباقيه حتى وضحت الصوره. اسمح لي ان اشكرك. طيب اسمح لي ان اشكرك السيد محمد المنصوري رئيس لجنه النزاهه في مجلس محافظه البصره، شكرا. بدمنا الحب يجري، وأنا اليوم راح أوصل حب لشخص يحتاج كل قطرة دم. شاركوني بمبادرة آسيا سيل وتبرعوا بالدم الكل محتاج. وصل الحب ويا بسمة. آسيا سيل تجمعنا سوا. ما زالت الخلافات الكبرى بين الكتل السياسية الأبرز تقف عائقاً أمام المصالح الوطنية، بما ذهب البعض للتأكيد على أن الخطوات المتبعة في ملف المصالحة هي خطوات عقيمة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد وثاب شاكر، رئيس منظمة خيمة العراق ومن الرعاة الأوائل لمشروع المصالحة. حياك الله سيد وثاب من جديد. أشكرك. من ذاك اليوم الهديوم يصيحون بالمصالحة وصارت معرف عكازة، أو هي أصبح مصطلح مستهلك أصلاً. الله بدءاً يعني رحب أو نسلم على المشاهدي قناة الرشيد، لأن جنابك يمكن المتابعين أني صار لي أكثر من سنتين مبتعد عن الوسط تماماً. بس أكيد متابع ومتابع. إيه أكيد كعراقي. اثنين يعني أنا مثل ما جنابك تعرف مؤسس ورئيس لجنة مصالحة بالدورة الأولى بالبرلمان العراقي 2006 ولحد الآن يعني مدى توصلني التطورات اللي دا تصير، لكن اللي دا لاحظة أو تابعة إلا من خلال الإعلام. وما أخفيك أصبحت مفردة المصالحة الوطنية عند الكثير يعني السبب لها إحباط، وكأنما النتيجة مسبقا هي فشل، وهذا إلى عدة عوامل طبعاً. أنا أعتقد مشروع السد حكي نفس العوامل مستمرة من 2006 لحد الآن؟ لا، قسم منها تغيرت، قسم منها تغيرت. يحبون ينوعون حتى لا يصير ملل. أي بس يعني اللي صار بأنه أنا مثل مشروع التسوية اللي طرحه السيد الحكيم، أعتقد على أقل تقدير ابتعدنا على موضوع المصالح الوطنية والمصالح السياسية والمصالح المجتمعية وكل هاي اللي مرت علينا. اللي يعني انت مو الراي اللي يقول هي ورقه التسويه، هي كل هاي الاسماء اللي ذكرتها والمصطلحات لكن باسم جديد، بس هي بنفس المضمون. هي نفس المضمون، بس اللي دا يصير انت من تريد تصالح او تريد خلينا نقول تجيب مجموعه او شخص او احزاب الى العمليه السياسيه. زين. عندك ثلاث انواع. مجموعه مقاطعه وغير مقتنعة بالعملية السياسية، وهاي تخليها لأن هذا الموضوع ما تقدر تسوي لها شيء. دولي صار لهم سنوات ما تغير رأيهم. ومجموعة مقاطعة بس عندها استعداد للدخول بالعملية السياسية، ومجموعة متفرجة وممكن أنجبها العملية السياسية. هاي المجموعات والشخصيات طبعاً احيانا انا من كنت يعني افاوض واروح، وكان اكو تعاون كبير بيننا وبين لجنه المصالحه اللي انا كنت اللي في مجلس الوزراء اللي نشرف عليها، وكان احيانا يصير اتصال مباشر مع الاخ رئيس الوزراء.
نوصل على نتيجة تصطدم بالدستور. أنت ما طول عندك دستور، أنت لازم يعني تتفق ويا ما موجود من مواد في الدستور. ولهذا كنا نقول لهم يعني نكون صريحين وياهم، يا أخوان إحنا بقدر تعلق الأمر بينا إحنا يعني خلينا نقول راح زين أنت ممتاز، لكن أنت من قسمته بثلاث أقسام، اللي قافل على العملية السياسية هذا خلينا على صفحة. نعم. أكو مقاطع وأكو متردد. دول اثنيناتهم يردون مغريات، يردون ضمانات. ما قدرنا من ذاك الوقت انه لحد هسه انه نقدم لهم هاي المغريات او الضمانات اللي على اساسها ممكن ان يجيهم العمليه السياسيه. هذا يعني شيء جدا رائع، الضمانات هذا واحد. اثنين انت لازم تلقى له شيء. زين. ثلاثه وهذا الموضوع الاساس. تلقى له شيء بس يعني تلقى له شيء من الضمانات وخلي يقول المغريات، يعني انت مو تجيبه هناك وجبته وقعد وعلى مو هذا ما قدرنا نحقق لهم اياها. ليش؟ لأن أكو بعض النيات غير صادقة في تحقيق المصالحة الوطنية، يعني بعض الشخصيات ما تريد هذا، تعتاش على الأزمات. أيضا أنت لازم يصير تغير عندك، يعني هسه مثلا تشوف أنت الهيئات المستقلة يعني دتباوع عليها، وشنو الاستقلالية اللي بيها؟ كلها مجموعة يعني خلينا نقول أحزاب ترشحها أعضاءها وتخلي تخليها بهاي الهيئات اللي تسمى مستقلة. احنا لازم نغير، مثل يعني ما حضرت البارحه في ندوه وصار الحديث يعني اعتقد وصل للجميع. احنا اذا نريد نغير لازم نقضي على بعض الفقرات اللي خلينا نقول حتى اللي موجوده بالدستور، وخاصه موضوع المكونات يعني اللي تعني المحاصصه. اذا قضينا على المحاصصه انا اعتقد راح نتقدم بشكل كبير. لهذا اذا كانت نيه صادقه وبدينا يعني تلبث المدى، تعرف هسه الجميع يمكن اللي خاصة من الناجحين يقول لك احنا سوينا زيارة مزارونا المسؤولين اللي جوا، لو ما طيبوا خاطرنا وانت تشوف يمكن عملية شلون يستقبلوا فلوس رحم الله والديك. زين. اذا هذا يقول لك حتى الانتخابات ما اوصل. زين. واحنا من الناس يعني اللي خلينا نقول اللي ابتعدنا على هذا الموضوع، شو اللي تقدر تغير اذا ربما الانتخابات تزور؟ وهي أكيد ما مو خافي على أحد. اثنين أنت حتى الهيئات المستقلة كلها ترشيح من الأحزاب، وصلت الحالة بأنه إحنا ندور على تدويل، يعني أن يكون الاختيار هو إذا سمحت لي بهذا الموضوع. نعم. نتحدث عن مصالحة وطنية، نتحدث عن تسوية تاريخية بين المكونات العراقية. نعم. بالمقابل نفس الفترة السيد عمار الحكيم بالأردن، وفد كردي برئاسة مسرور البرزاني بواشنطن التقى بفريق الرئيس ترامب، وفد تركماني بأنقرة والتقى بأردوغان، ويكون هالمشاكل. شوف التكوين اللي عندنا، ونتحدث عن تسوية وطنية. الوطنية ما هذا ساني بيفتهمها أنه بالداخل، وبالتالي هاي الوفود كلها راح بالخارج وتدور مصالحها الشخصية. شلون تسوية وطنية أو شلون مصالحة وطنية؟ هو اللي عنده صفة رسمية يقدر يروح. بالنسبة إلى السيد عمار من ذهب إلى أردوغان، أعتقدها خطوة ذكية كانت، يعني أن يروح الأردن ويروح لإيران، يعني مثل عملية موازنة. الإخوان شو اللي يخلي أهمية بين هاي الدولتين؟ هذا بها عمق من مكون وهذا بها عمق من مكون آخر، يعني مو خافي على أحد. أما الإخوان مثل بالنسبة للجبهة التركمانية كان يفترض أن تنسق مع الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي وتطرح آرائها. يلا إحنا ليش نظل نعتمد على شو اسمه على مشاكلنا بأنه نحلها إلا من برا؟ صح دول الجوار ودول حتى مو يعني مو من الجوار لها تأثير على العملية السياسية في العراق، وهذا واضح للكل. بس احنا اذا قدرنا ان نتحد ونخلي خلينا نقول فد مصدرة معينة تمشي عليها نقدر نوصل نتيجة. اما عفوا يعني اقاطعك، اما احنا مثلا يكون سين يمثل الفلان مكون وصاد يمثل المكون الاخر والاخر يمثل قوميه معينه، ما راح نوصل نتيجه. الحل عراقي الناس زين. هو هذا بهذا الموضوع ما نقدر ننطيهم العذر. التركمان يقول لك اراضينا تروح من عندنا وكل شيء ما محصين احنا، وراح كل شيء من عندنا بالمحافظه كركوك اللي هي تركمانيه هسه، بعيد عن انه يسمى محافظه التعايش السلمي، لكن راح كل شيء من عندنا وراح يدورون على الحل بتركيا. دكراد نفس الحاله، موظفين ضالين بدون رواتب، فهي وضعيتهم راح يدورون الحل برا. البعض جوز ينطيهم العذر. هذا يعني هذا وارد.
بس احنا خلي نقعد خلي نرتب بيتنا اول مره زين. يلا بعدين نطلع صح. انا نقولوا لي يعني طرحك مثالي مو واقعي. انا ممكن اقول لك متفائل اكثر من اي اكثر من اللازم. بس انا احس اذا توفرت النيه الصادقه اذا فعلا يعني انت شوف حتى يمكن مسجل مال من طرحنا مشروع المصالحه تحويلها الى لجنه دائميه. يعني شوف اكو شخصيتين موجوده بالتسجيل يعني وكانما ما تريد تصير مصالحه اطلاقا يعني. واحد الشخصات يقول لي غير انت تخبرني قبل ما يعني وصلت. انت لازم تشتغل بما يملي الله وضميرك عليك. لازم تكون شخصيه بالعراق بعدها مستمره بالعمليه يعني. لا يعني يجوز موجودة موجودة بس من بعيد يعني ما مت مو بالبرلمان مو بالبرلمان هو العمق الخارجي مو بالبرلمان الحالي مو بالبرلمان الحالي. لا يعني مثلا تلاحظ مثلا كانت مثلا في هيئة الرئاسة في حين مثلا رئيس البرلمان كان مشجع على هذا الموضوع. تعرف احنا الانجازات اللي صارت الحمد لله انجازات حتى خارج العراق بجهود شخصية وعلاقات شخصية قدرنا نحقق شيء. فلهذا اذا توفرت النية الصادقة ننجح. زين بعيدا عن النية الصادقة بالفعل الحل خارجي هسه بكل الامور بالتسوية بالمصالحة الوطنية الحل الخارجي ممكن يفرض على الداخل هدوء اكثر حتى تتم هاي الامور المصالحة وتمشي طبيعية. اكو تأثير إذا مو الحال أكو تأثير على بعض الشخصيات وخاصة اللي عاشت في الدول خارج العراق اللي عاشت فترة المعارضة. حتما يعني أكو علاقة صارت وتوطدت وأيضا أكو دعم. وهذا حتى يعني كثير من الشخصيات اللي يعني تحدثت بها قال إحنا يعني على مستوى خلينا نقول الخط الأول قال هواية مسائل مدى تصير أو قرارات ما تتخذ بحكم أكو تأثير خارجي عليها الجميع طبعا. لهذا انا اقول يصير مثلا اذا صار تنسيق بين جميع الجهات اللي موجوده حاليا على الساحه وغير الظاهره ايضا. لان انت يقول لك مين تقول انت تمثلني هو هذا يعني الموضوع. هذا سولف لي استاذ وثاب سولف لي على اللي غير ظاهره سولف لي شنو تاثيرها وبالفعل المفروض التعامل وياها يكون اقوى و وأدق من التعامل الظاهرة على اعتبار أن البعض يقول لك الظاهرة هي أذرع وأدوات. أي أكو الشخصيات خلينا نقول المعتدلة لربما حتى خارج العراق يعني إذا شخصيات دينية وإذا شخصيات خلينا نقول لها تأثير عندها أتباع هذا ممكن أن تتفاوض وياه على شرط أن لا يكون عدائي يعني خلينا نقول للوضع العراقي. عنده موقف اخطاء من 2003 لا يعني كثيره جدا ومسجليها واحنا كلها ما خافي على احد. بس احنا اللي نحتاج مثل هي شخصيات ان تكون وسيطه بين هاي الاطراف. هسه انت مو جملت المصطلح اخطاء جملت مصطلح اخطاء يعني على اعتبار انه يمكن بدون مناسيه صح يعني انا كان قلت جملت المصطلح اخطاء لا وانما خلينا نقول كوارث صارت وبالفعل كوارث يعني اللي دا يصير شو بالعراق كوارث. بس احيانا انت تريد يعني انت تريد تتفاعل ويا نفسك وتتوصل للاخرين. هسه احنا يعني كثير من المنظمات الناس دي يتصلون بينا ودا احس يعني مثل البارحه بالندوات حسيت اكو فعلا اكو شباب اكو عقليات يعني اكو رجال اكو نساء عقليات رائعه ممكن ان يعني ان نسوي شيء. فمن نحكي هم يحكون بصراحه الصراحة بعدها الصورة أن القوة السياسية الشيعية هي ذراع لإيران والقوة السنية مهمشة والسنة مهمشين بالعراق وامتدادهم لكل الدول اللي راعية للتطرف والإرهاب بالعالم والكرد يتعاملون بمظلومية. هاي الصورة على اعتبار المجتمع الدولي يتعاملون بهذا الموضوع بس مجرد راح لهم قيادي سني التصريحات مال هاي الدولة قالوا أنه تحدثوا بتهميش السنة وغيرها. هاي الصورة بعدها ممكن الخارج يتعامل بيها لأن هي صورة كارثية. من اللي يروح وهل هو فعلا هو ممثل السنة؟ خلينا نحكي واني ولو اخجل ان اقول بهذا المصطلح هذا واقع حال زين. او من اللي يقول ان يروح الى ايران هو يمثل الشيعة؟ حتى اللي موجودين في العمل السياسي من يعني من يدعي هو يروح يطرح نفسه والجهه المستقبله تستقبله على اساس انه هو ممثل لهاي المكون. ما عدا تصور يعني الجهه اللي تستقبله اكد نشوف بعض الشخصيات في بعض البلدان لها تاثير ويتعاملون وياهم عندهم قناعات بس من يقول هو هذا يعني القاعد هلا
استاذ هارون القاعد يريد اهلها، احنا نريد مو اللي قاعد ويصرح، احنا نريد اللي يقعد يم اهله يشوف ذولا الناس اللي تهجرت، يشوف مطالبهم، يشوف هذا يعني هذا المناخ، هذا الجو اللي يمر به النازحين، يدافع عن غيرته، عن 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 الناس، عن عن نقول عن اهله، عن محافظته. هذا يريد شخص مو يقعد ويصرح. انا كثير من السياسيين اتصل بي اقول اهلك ذولا تعال بس شوفهم، يعني مثل ما معلوم بالمجمع خيمه العراق ما اجى يسمع، وانما من تتحدث ويا، انا اعتقد هذا حتى الحديث اليوم راح يخلق لنا شويه من العداءات، بس واقعي واقعها شيء وشيء يريد يصير. خلص انت ما طول تحكي الحق والله وضميرك يعني ان شاء الله راضين عنك، انت تحس راح توصل يعني وش يصير؟ قول الكل احنا قلنا لهم من بدينا، قلنا لهم احنا مشاريع استشهاد زين، والحمد لله. بس ما طول تحكي بهذا الكلام، خلينا نتحدث لك شخصيا. نعم. من تقول هذا قلت له تعال شوف اهلك، إيه؟ وتعاملنا وما اجى. نعم. هذا بالانتخابات راح يروح لهم، هذا متفقين عليه. نعم. تقدرون توقفون وتقولون لهم للعالم ترى هذا من كان انتم بعوز ومحتاجين ما اجاكم، ترى هسه اجاكم. راح تقدر هسه ما راح اقول لك قول اسمه. بوقت تقدر تقول اسمه لهاي الناس حتى تعرف منه؟ لا هم عارفين، ما اقول ما يحتاج. يعني هسه هذا كمثال يجوز غيره هواي. انا وياك الناس اللي يعني كانوا بضيافتنا مثل ما يعني قناة الرشيد كان لما قلت الشبك في مجمع قيمة العراق يعني من بداياته تابعت ونشرت معاناة وحشينا، وأيضا يعني مثل الوزراء يمكن من الأنبار اثنين كانوا خلينا نقول مساندين إنه يعني من تطلب منه شيء تسهيل بعض الأمور صارت يعني صح ما وفر لك كل شيء بس خلينا نقول كان عامل مساعد ويانا. اما الباقيين لا، من السياسيين عندنا اكو اثنين ثلاثه يمكن حضروا لجنه حقوق الانسان، يعني يمكن ما حضر حتى احد منهم، يمكن بس السيد حنين القدو، دكتور حنين القدو. المهجرين ما حضروا ايضا، يعني من عندهم هاي اللجان المعنيه، المفروض المعنيه اللي يفترض ان نشوف اهلهم هم اللي تابعين لهم، يعني حتى تعرف والكل يعرفون احنا من بغداد يعني، بس العراق ما يعني كل تمانت من حسه احنا نشتغل العراق ما يشتغل من تكون كذا منطقة، يعني مثلا خلينا نقول سين من المناطق اللي يعني أنا منها من المكون مالتها أو من الطائفة مالتها راح أدافع عنها وباقي العراق عوفه. من نشتغل بهالعقلية ما نقدر، ما نقدر نجح. هسه إذا ما ربطت هذا الواقع اللي تعيشه الناس، الواقع اللي تعيشه الناس ويا قضية المصالحة الوطنية، بالتالي التعامل بسطحية مع الأمور أو بفوقية، هاللي قد تكون أدق بفوقية، القوة السياسية تتعامل بفوقية مع الناس، عايفة هاي الناس اللي محتاجتهم وتروح تبحث عن مصالحة وطنية وتسوية، مو هذا يعتبر كارثة وتدمير بحق المجتمع؟ بالضبط بالضبط بالضبط، أنت تتجاوب يعني بصراحة يعني وبجرأة أيضا، مو بالدبلوماسية. هساني هذا رأيي أسمع من عندك. لا لا بالضبط، هو هذا أنت تعال شوف أهلك أول مرة، قدم لهم، أوقف وياهم، عيش وياهم، قل له قد كم مرة زرت. يعني بعض السياسيين صرنا نسميهم السياسيين الفضائيين، لأن ما تحس بي مو الفضائيين يعني اللي بس مسجلين أخضره، بس تلقاه بالفضائيات. زين، ولو لو يزور أهله بقد ما يطلع بالفضائيات كان هو أحسن، صدقني. يعني على الأقل تقدير أنت تعرف أكو هسه الكثير اللي موجودين، يعني وإحنا على اتصال دائم، لأن صاروا يعني صارت عائلتنا، هاي عائلتنا الكبيرة. أول يوم اللي جو قلتهم عائلتي هاي أرضي وأنتوا عائلتي مثل ما معروف للجميع. لحد الآن ما يريد يروح انتخابات، ما يريد يروح انتخابات، وإذا يريد يروح انتخابات لا إحنا أكو تأثير. أقول له تذكر أنت من اللي قف وياك، صح إحنا يعني بعيدين وما نريد نرشح وخلينا نقول عايفين هاي المواضيع، لكن على الأقل تقدير إحنا راح ننصح نخليه هو يفكر يروح الانتخابات. طبعا اذا كانت يعني تغيرت مثل موضوع الهيئات المستقله، اذا صارت فعلا لا مو هسه احنا ما راح نلحق هذا، نسولف فيه بعدين. حاضر. يا بيش تنصحه وهي نفس الوجوه راح ترجع، ومجلس الوزراء يدز قانون الانتخابات بدل ما يقسم هو على 1.6 سوى مشكله، انه هسه 1.7 صح، يعني راح يزيد المشكله بعد، ما راح يصعد وجه جديد. نعم. بالتالي هو اكو تضييق حتى على التعامل، بالتالي سيطره، مثل ما تحدث عن سيطره التسويه يردوها بطبقتهم، بس نتحدث الان عن تسويه عن كل الامور تفصل على مقاساتهم.
لا هو شوف بالنسبة للتسوية أكو مجال خلينا نقول للتعديل، يعني حسب يعني أكو اتصال بعض الشخصيات تتصل يزورونه ومواقفهم أيضا مشرفة يعني طرحوا الموضوع قلنا لهم إحنا حاضرين إذا تحتاجون أي ممكن يكون فيها مجال وسط هذا الرفض الداخلي لها من شوفت المشاكل يعني اللي صايرة يعني رجعت أول شيء كانت خرجت بهدوء طلعت هي خلال 9 أشهر يتفاوضون عليها بعدين من طلعت للعلن شو بدت بالتصريحات يعني صارت هي قضية ترويج شخصي أكثر ما هي ترويج لورقة. خلينا نفكر بها بشكل وطني. إذا فكرنا بشكل وطني صارت عندنا هذا المناخ؟ والله أعتقد إذا ما ظلت مقتصرة يعني طرح ولهذا أنا حتى موضوع الاتحاد القوى والتحالف الوطني والكتب هذا إذا ظلت بهالشكل يعني أعتقدها ما راح نوصل إلى النتيجة. بس إذا صار تحالف عراقي وطني حقيقي أنا أعتقد راح نوصل إلى نتيجة. أيضا أنت لازم تشرك، لازم تشرك أنت الشخصيات اللي خلينا نقول إلها تأثير على الأرض، إلها تأثير لازم تشركها وياك. يعني عندك الإعلام يعني مهم جدا. حد لا نشوف أكو استبعاد لبعض الشخصيات؟ أكيد هو أكيد يجوز ما يعرفهم يجوز ذولاك مثلا هو عنده موقف لا وعنده استعداد أن يجي العملية السياسية بس الراد جسر أنت شلون توصل لتجيبه مثل ما سوينا إحنا رحنا لهم. بس ايضا من تتقاطع يعني ويا الدستور لازم تفهم بانه هذا الموضوع لا يجوز الا يصير تعديل دستوري. ان شاء الله راح يكون عندنا لقاءات ثانيه. ان شاء الله نشكرك السيد وثاب شاكر رئيس منظمه خيمه العراق ومثل ما قلت من الرعاه الاوائل للمصالح الوطنيه. شكرا لك ولحضورك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا انتهت، موعدنا يوم غد. مع السلامه.